السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اللي ما راش مشترك يشترك معنا، وبلا ما نوصي خاوتي لايك لايك لايك. السلام عليكم، اتمنى للجميع بخير. متابعينا الكرام، في البدايه كاين مقوله يقولوها: من لا يشكر الناس لا يشكر. على هذه خاوتي بغيت نوجه تحيه للاخت الاعلاميه القطريه ابتسام ال سعد، واللي راها من كثره اعلانها حبها للشعب الجزائري راها ولات في نار الانتقادات، واغلبها تعرفوا خاوتي العياشه الحساديه، والحساب راكم عارفين اغلبهم العياشه. خاوتي اليوم هذه الاعلاميه بعثت اعلامي مروكي قال لها: كيف باش انتي راكي راها كاينه 22 دوله عربيه وانتي دائما داخلتها تنشري غير الجزائر، تشكري بالجزائر. راكم تشوفوا خاوتي الحسد، صوره راهه قدامكم تاع المنشور تاع هذا الحسد كيما راكم تشوفوا خاوتي. لكن شوفوا هذه الفحله كيفاش ردت على هذا الحسد وبهدلته، وقالت له: يا سيدي الفاضل، ما يصلني من اهل الجزائر من تغريدات داعمه للمونديال وضد الحملات المسيئه. راك تشوفي خاوتي حملات مسيئه اغلبها من المغرب، لانه الاعلام المغربي راه دير حملات مسيئه ضد مونديال قطر، باش نتفاهموا هضرت عليها في فيديوهات سابقه. نزيدو نكملو خاوتي شكل. قالت له: وضد الحملات المسيئه تجبرني على ابراز دعمهم المستمر على مدار الساعه، وهذا لا ينتقص من باقي الشعوب العربيه الشقيقه. شو هذا؟ ردت عليه بشغل دبلوماسيه وقالت: انا لست ضد احد، ولكني فعلا بعد قمه الجزائر زدت تقديرا ومحبه لهم، وصدق أن أعتز بكم وبعربتي بينكم. وكما شفتوا خاوتي أنه هذه جابتها لهم الأخير، أن دعم الجزائريين لمونديال قطر لا يضاهيه أي دعم عربي، وكأنها قلتوا يعني بجزائرية: الجزائريين رجال عليكم. لكن هذا يا خاوتي يبين كمية الحقد دافين عند بعض من التقارب الجزائري القطري مؤخرا. لكن الجزائر والقطر كشعبين أخويين أخوين، راهم داعمين بعضهم، وراكم تشوفوا هذه إعلامية قطرية تهضر، والشعب الجزائري ثاني راه معاها، وان شاء الله مونديال قطر ناجح 100%. وانا قلت لكم في فيديوهات سابقه انا ساشجع قطر في المونديال، وانتم خاوتي ماذا بكم تقولوا لي واش رايكم في التعليقات، وديروا لنا لايك لايك لايك.